صياما مقبولا. بعد أن عانت من خلافات داخلية، عودة الروح إلى جبهة درعا. ثوارها يسيطرون على معسكرات ومواقع للنظام ومعظم الحدود والطرق الاستراتيجية. يبدو أن جبهة درعا تخلصت من الفوضى وبدأت تعرف طريقها. بمناسبة الحديث عن الفوضى، قوات حماية الشعب الكردي تعلن النفير العام لمواجهة من تصفهم بالمتشددين. الكرد يستخدمون تعزيزات من جبال القنديل في العراق، ودولة العراق والشام استكملت استعدادها. الجزيرة السورية بعربها وكردها تغلي، والقصة لن تتوقف عند سيريكانيه أو رأس العين سابقا. على كل اللحظات، كل التفاصيل بعد اللحظات. حياكم الله. تتوالى نتائج معركة بدر حوران في درعا، فمن نوى إلى بصر الحرير. سيطر الثوار مؤخرا على كتيبة النقل. المعركة باغتت عناصر النظام، أبدت قدرات تكتيكية وتنظيمية عالية لثوار السهل، إذ أخضعوا معظم الطرق العسكرية لسيطرتهم، وهي الطريق الواصل بين محافظتي السويداء والقنيطرة مرورا بدرعا. نذهب للتفاصيل. درعا مدينة بصر الحرير، عمود حوران. الجيش الحرير قام باقتحام كتيبة النقل. إذن هي أفعال ثوار درعا في معارك بدر حوران المطلقة للسيطرة على كامل المحافظة. الحمد لله الذي من علينا بهذا النصر. الثوار تمكنوا أخيرا من السيطرة على كتيبة النقل في بلدة بصر الحرير بهجمة تبدو منظمة باغتت عناصر النظام الذين تربصوا بهم في خربة غزالة، لكن الهجمة خالفت توقعات النظام واستهدفت الطريق العسكري الواصل بين محافظتي القنيطرة والسويداء مرورا بدرعا. استهداف كتيبة الكيمياء. نعم، هي معركة بدر التي أبدت قدرات تكتيكية وتنظيمية عالية لثوار السهل، فكتيبة النقل تأتي في حصاد معاركهم بعد السيطرة منذ أيام فقط على كتيبتي الكيمياء والتسليح. وبذلك يخضع الثوار معظم الطريق العسكري لسيطرتهم فيما دون المنطقة المارة بإزرع. وهنا يأتي الحديث عن نوى والشيخ مزقين وبصر الحرير التي تنضوي شيئا فشيئا تحت لواء الثوار، لتبقى إزرع المنطقة الهادئة التي يحكم النظام سيطرتها. لكن يبدو أن إزرع لن تكون بمنأى عن خطط الثوار طويلا، فجبهة بدر حوران وبحسب ناشطين تمتد من أم الميادين جنوبا وحتى إزرع شمالا. وهنا يأتي حديث ناشطين عن أن المعركة وإذا ما استمرت بهذه الوتيرة لها نتيجة حتمية بالإضافة للسيطرة على درعا، وهي سقوط كامل محافظة القنيطرة بعد قطع الثوار طرق الإمداد عن عناصر النظام داخلها، والذين يتلقون أصلا ضربات متتالية من ثوار المحافظة وهم في حال لا يحسدون عليها. ليش الحظ تكون تجهيز نفسه للدخول إلى خربة غزالة؟ بدر حوران وبحسب ناشطين معركة معلنة لاقتحام الكتيبة واسترداد بلدة خربة غزالة الواقع على طريق دمشق عمان الدولية، وللسيطرة أيضا على اللواء 52 بالقرب من الحراك. وتبدو المعركة على قدر عال من التنسيق فيما بين الثوار، وهي معركة ممتدة ومتوزعة شتتت تركيز النظام وأفقدته القدرة على استنهاض طاقاته. قمنا بإذن تعالى بتحرير كتيبة النقل 58 التي تفصل بين المحافظتين. المعركة وبحسب ناشطين من درعا تتسم أيضا بالتصعيد بالاعتماد على إبراز القليل القليل من الإنجازات، رغبة في الإبقاء على عنصر المفاجأة. وللناشطين دلالاتهم، فالبداية كانت من نوى على حدود الجولان بالسيطرة على 15 حاجزا وكتيبة في يوم واحد. وبعدها تتالت المعارك وتتخللها الآن أحداث منطقة الجيدور، أي مدن جاسم وإنخل والحارة. وهنا المواجهات بين الثوار وعناصر النظام مفتوحة، لكن تغيب أنباؤها تحت رغبة أبناء السهل في التعتيم على خططهم العسكرية لأهمية المنطقة بقربها من القنيطرة وريف العاصمة الغربي، وبالتالي أهمية نتائجها. الله أكبر. نتحدث في هذا الملف مع سيادة العميد الطيار الركن أسعد الزعبي، رئيس جناح القوى الجوية في الأكاديمية العسكرية العليا من عمان. أهلا بك سيادة العميد. وأيضا مع أصيل عبدالله مدير المركز الإعلامي السوري من درعا. أهلا بك أصيل. سأبدأ معك سيادة العميد، كيف تنظر لهذه المعركة بعد أن خالفت كل التوقعات وتركت النظام يستعد ويحصن نفسه في خربة غزالة بينما جاءت الضربة من كتيبة النقل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لك ولضيفك وللعاملين في هذه المحطة الكريمة الغالية على قلوبنا جميعا. مساء النور. شكرا. قبل الحديث عن إعادة النشاط العسكري للأعمال القتالية لثوار درعا، لابد من أن نتحدث عن أهمية درعا العسكرية وباللغة العسكرية الصرفة، لنقول أن درعا أساسا هي عبارة عن منطقة جبهة. كان النظام ينشر ضمن حدود درعا الضيقة جغرافيا بمسافة لا تزيد عن 70 أو 80 كيلومترا وبعمق لا يتجاوز 50 كيلومترا، حوالي 4 فرق هي الفرقة الخامسة التي حدودها تمتد من الخط شمال جنوب من تقريبا من منطقة إزرع باتجاه درعا، وشرق غرب من نوى باتجاه إزرع الفرقة الخامسة، ثم الفرقة التاسعة من منطقة الصنمين غربا وباتجاه الجنوب أيضا مرورا إلى منطقة الشيخ مسكين وأزرع. نعم. ثم الفرقة الأولى التي تمتد شمالا باتجاه الكسوة، أمام الفرقة الأولى هناك الفرقة السابعة، والفرقة العاشرة التي هي موجودة على تخوم منطقة قطنة أو منطقة أو جبال مرتفعات الحرمون. نعم. إذن هذه البقعة الجغرافية الضيقة ينشر النظام فيها حوالي 5 فرق، وإذا ما أعلمنا بأن كل فرقة تناهز العدد 17 أو 20 ألف، إذن هناك حوالي 100 ألف من جنود وعناصر وضباط النظام موجودون في هذه البقعة الصغيرة. نعم. قبل 10 سنوات كان النظام يعمل جاهدا على نظرية عسكرية تسمى نظرية الدفاع على خطوط الصد أو على الاتجاهات، ينشر خطوط الصد بشكل عرضاني لمجابهة إسرائيل كما يزعم أو العدو المزعوم بنظره. نعم. لكن تفاجأ السوريين أن النظام الذي تدرب على هذه النظرية طيلة 10 سنوات هو لم يقصد بها الدفاع ضد الكيان الصهيوني، إنما كان يقصد بها الدفاع ضد أبناء الشعب العربي السوري البطل. نعم. مع الأسف بعد أن أصم أفواه السوريون لمدة 50 عام، الآن هو يحاول أن يمنع السوريين أيضا من الحركة، فلجأ إلى هذه النظرية في نشر قواته ضمن حواجز. ولنضرب مثالا على هذا النشر. نعم. تخيل أن مدينة نوى الصغيرة بجغرافيتها الكبيرة بأهلها وسكانها وأبطالها، نشر النظام داخل مدينة نوى 28 حاجز، استطاع الثوار خلال 48 ساعة تحرير ما يربو عن 24 أو 25 حاجز، بقي 3 حواجز. هذه القرية 28 حاجز في هذه القرية، مع العلم أن حول القرية لواء 61 واللواء 112 وبينه وبين الشيخ مسكين اللواء 82. نعم. يضاف إلى ذلك دعما من الفرقة التاسعة من اللواء 15، يضاف إلى ذلك دعما من الفوج 175 واللواء 12 بيزرع، دعما من اللواء 32 أو 132 موجود في درعا. إذا تخيل ماذا يفعل النظام. النظام على ما أعتقد أنه ينشر في كل متر مربع عسكري أو آلية بغض النظر. طيب. عن نوع هذه الآلية سواء كانت مدرعة أو دبابة. طيب سيادة العميد، يعني بعد هذه المعلومات الكاملة قادر على النشر. نعم. بعد هذه المعلومات العسكرية الكاملة ربما لمحافظة درعا، بعد وجود 5 فرق تحدثت عنها وأين تمتد جغرافيا، بعد وجود على سبيل المثال 28 حاجز تم تحرير 25 حاجز خلال 48 ساعة من قبل الثوار، هناك من يتساءل عسكريا لا أعلم إذا كان يصح الحديث عنه إعلاميا، وهو التكتيك الذي يستخدمه المقاتلون في درعا، إذا كانت كل يعني أكثر من 100 ألف عنصر من عناصر النظام متواجدين فقط في درعا. أنا أريد أن أسأل هذا السؤال يمكن أن يجيب عليه القاصي والداني الذي له علاقة بالمصلحة العسكرية. نعم. أو حتى الذي ليس له علاقة. نعم. كانت الأعمال القتالية للثوار في درعا تنشط في مكان محدد، على سبيل المثال في فترة من الفترات نشطت في منطقة النعيمة. نعم. نشطت في صيدا، نشطت في بصرة، في المسيفرة، في الكرك، في الحراك، في خربة غزالة. الآن نشاهد النشاط القتالي للثوار وأبطال درعا مترافق تماما ومتلازم في منطقة الحارة، منطقة جيدور، في منطقة نوى، في منطقة خربة غزالة، في منطقة بصر الحرير. هذا يعني ببساطة، يعني بجواب بسيط تماما، أن هناك إصرار، إرادة قتال قوية، إصرار على التحرير الكامل لدرعا، وليس ترك النظام يعني العمل في منطقة ضيقة وترك النظام حتى يتم حشد جميع قواته باتجاه هذه المنطقة. والنظام تماما بدأ يعلم الآن أنه لا مجال لديه لكي يحشد قواته في منطقة. الآن هو مطلوب منه
حشد قواته في نوى، في حلحارة، في خربة غزالة، في بصل الحرير. إذن الآن يجب أن تتبعثر جهود هذا النظام بتكتيك خاص. هذا التكتيك أقسم لك تماما أن هذا التكتيك لم يعرف دروس التاريخ أو أكاديميات التاريخ العسكري لم تعرف له مثيل. وبالمناسبة لابد بعد سنوات بسيطة تماما أن يظهر التكتيك الذي ينفذه أو يستعمله أبطال حرب في سوريا، لابد أن يدرس في أكاديميات العلوم العسكرية في العالم. طيب هذا التكتيك سنأتي عليه سيادة العميد، لكن إعلاميا لا أستطيع أن أصرح. نعم سيادة العميد، سنأتي لهذا التكتيك أكثر، سنستفيد من خبراتك العسكرية أيضا لشرح ما يدور الآن عسكريا في ذلك. لكن اسمح لي الآن أن أذهب إلى أصيل عبد الله وهو مدير المركز الإعلامي كما تحدثنا السوري. أصيل، أهم ما وصفت به معركة بدر حران هو التنظيم أيضا والذكاء الإعلامي، يعني بالإضافة إلى هذا التكتيك العسكري، كيف تم التعامل مع المعركة إعلاميا؟ نعم السلام عليكم، تحية لك السلام الكريم للأخ العميد أسعد الزعبي. يعني حقيقة هناك تنسيق بين أغلب الناشطين، جمع عدد كبير من الناشطين ممن لهم تواصل مع الوسائل الإعلامية بالإضافة إلى المكتب الإعلامي لغرفة العمليات، وتم الاتفاق على عدة أمور ونقاط هامة جدا، وهذه النقاط لابد لكل الناشطين السوريين أن يتبعوها، وهو عدم التصريح بأي تحرك للجيش السوري الحر. التصريح فقط حسب ما يخرج من غرفة العمليات. غرفة العمليات أحيانا تصرح عن شيء لأهداف تخصها وربما تكون من ضمن الخطة، ولكي تلفت انتباه عصابات الأسد باتجاه نقاط ويتم الهجوم باتجاه نقاط أخرى. تم الالتزام حقيقة من عدد كبير من الناشطين بهذا التكتيك الإعلامي. يعني لا يخفى على أحد أن أغلب الناشطين هم يعتبرون أيضا بمثابة نقاط رصد للجيش الحر، عند وجود أي تحرك لرتل من الأرتال يتم التواصل مباشرة ونقل هذه المعلومة للجيش الحر. يعني هذا هو أهم النقاط التي اتبعت في هذه المعركة والتي سببت المتاهة لعصابات الأسد وغرف العمليات التي يتم الاستماع منها. يعني هناك أمر هام اسمح لي أن أشير إليه لسيادة العميد، وهو بأن أعداد قوات الأسد في حوران نعم كبيرة، ولكن هم الآن ليسوا من الجيش النظامي. هناك الآن أعداد كبيرة هي ممن يسمون بالجيش الوطني. وألفت الانتباه بأن قيادة عمليات عصابات الأسد تزج بالطرف السوري فقط من السوريين في مناطق الاشتباك، وتبعد المجاميع من عصابات حزب الله الإرهابية، تضعهم في السويداء مثلا، وتضعهم في أطراف محافظة درعا، وذلك لكي يكونوا هم فقط نقاط إسناد ونقاط القصف من بعيد، لكي لا يكونوا هم في نقاط الاشتباك ويكون عدد ضحاياهم أقل. لا يضير عصابات الأسد أن يكون عدد الضحايا من السوريين كبير، سواء كان ممن يناصرون الثورة أو ممن تم شراء ولاءاتهم واتباعهم بالجيش الوطني. هذه هي النقطة الأساسية. عددهم نعم كبير، ولكن العدد الأكبر من عصابات التي تأتي من خارج سوريا هي توضع على أطراف مناطق الاشتباك. طيب سأذهب الآن سيادة العميد، سمعت ما تحدث عنه أيضا أصيل، لكن سؤال عسكري أكثر. الطريق الحربي سيادة العميد الواصل بين القنيطرة السويداء أصبح الآن شبه مقطوع. طب ما هي توقعاتك لمدينة إزرع، خصوصا النظام يحشد قواته فيها؟ أنت تحدثت عن نوى، عن الحارة، عن خربة غزال، عن بصل الحرير أيضا، لكن هناك أهمية أخرى للنظام وهي إزرع. مبدئيا أستميحك عذرا بقليل من الوقت فقط للحديث كما تفضل الأستاذ أصيل بما يتعلق بالإعلام. لماذا هذا التعتيم الإعلامي على ما يجري الآن في مواقع القتال في مناطق في درعا؟ الواقع أنه ليس كذلك أيضا بالنسبة لما يتعلق بالإعلاميين، أنه ربما نحافظ على السر العسكري. هناك بعض المعلومات يمكن البوح بها، وهناك معلومات بالتأكيد لا يمكن البوح بها، ولكن نحن نتعامل مع نظام عاهر في كل ما تعني هذه الكلمة، خصوصا ما يتعلق بالكذب والدجل. أنت أخي الكريم لاحظت في معركة خان العسل أن هناك عديد من جنود وعناصر النظام الذين قام النظام بقتلهم عندما أرادوا الانشقاق أو أرادوا الاستسلام، لأنهم أدركوا تماما أنه لا مفر من الانكسار في منطقة خان العسل. وعندما صوروا إعلاميا قام النظام بالاستفادة من هذه الصورة وأظهرها للعالم، وكأنهم قتلوا من قبل أفراد الجيش الحر. والجيش الحر إلى الآن لم يقتل أي إنسان أعلن استسلامه أو أعلن انشقاقه أو أعلن انسحابه من هذا الجيش الظالم. هذه على سبيل المثال هذه صورة بسيطة.
إذن هناك تعتيم إعلامي ليس الغاية منه أنه أننا نخاف على السر العسكري من قبل هؤلاء العناصر، هي أولا. نعم. ثانيا هناك أيضا كما تفضلت بما يتعلق كما تفضل الأستاذ أصيل بما يتعلق بأن هناك عديد من الجنود الذين يقاتلون أو المرتزقة الذين يقاتلون مع هذا النظام. وبالمناسبة أثبتت التجارب والكشف الاستقرار الدقيق أن النظام عندما يتم ينفذ هجوما. نعم أستميحك عذرا سيادة العميد فقط، يعني لو نعود إلى السؤال فقط، الملف وقته ضيق فقط، ما هي أهمية إزرع الآن العسكرية؟ نعم. إذا تكرمت أعتذر للمقاطعة. السؤال النظام بدأ يدرك منذ شهرين تماما عندما قامت معركة اللواء 38 وتحرير كتيبة السهوة، بدأ يدرك تماما النظام أنه لا مفر، هناك انتصار للثورة بجنوب سوريا دون أدنى شك، فبدأ يسحب قواته إلى منطقة إزرع وأخذ ينشئ خطا دفاعيا جديدا. هذا الخط نقاطه الأساسية هي عبارة عن إزرع شيخ مسكين نوى ظنا منه أن الثوار لن يستطيعوا اجتياز هذا الخط، ولذلك الآن هو كان يظن أن ترابط هذه النقاط الثلاث بمثابة قلعات أو حصون لا يمكن للثوار أن يجتازوها. الآن سقطت نوى النقطة الأولى وأزرع في طريقها للسقوط، وأنت تعلم تماما كل المعلومات العسكرية أثبتت أن كتيبة النقل وكتيبة التسليح وكتيبة الكيمياء، وهناك صور مع الأسف أنا لا أريد أن أنشرها تماما، ما يثير الفرحة والدهشة أن جنود النظام في اللواء 12 بإزرع يهربون هلعا وخوفا وذعرا، أصابتهم نوع من الانتكاسة النفسية التي لم يعرف أحد لها مثيلا. إذن بدأ أيضا يفقد سيطرته على النقطة الثانية المتينة وهي نقطة إزرع، لم يبقى له إلا نقطة الشيخ مسكين، وهذه نقطة الشيخ مسكين سوف تسقط تحصيل حاصل بكل الأحوال أبدا، لكنها ربما تحتاج إلى أيام. سوف تسقط بعد أن تسقط منطقة خربة غزالة وهي الحلقة الأعقد أو الأكبر التي تربط النظام من دمشق باتجاه درعا. نعم، وهذا ما يجعلنا نتوجه بسؤال إلى الأخ السيد أصيل عبد الله أيضا. نعم، وهذا ما يجعلني سأذهب إلى أصيل عبد الله. معركة بدر الكبرى بدأت بخربة غزالة، ما هي المدينة التالية؟ نعم، يعني الأهداف المعلنة من خلال غرفة عملية قيادة هذه العملية كانت هي بلدة خربة غزالة وبلدة الكتيبة، بالإضافة إلى نقاط تمركز فيها وتحصن فيها عصابات الأسد كنقطة حاجز الكهرباء، وأيضا هناك نقاط متقدمة كالكتيبة المهجورة القريبة من بلدة نعيمة. هذه النقاط كلها هي التي أعلن عنها بالأمس، وسع هذه العملية وأعلن بأن منطقة بصر الحرير هي من ضمن هذه المعركة أيضا. نعم. وأخذ كتيبة النقل. هناك حقيقة عدة أهداف يعني تستهدف النقاط التي تتركز وتحصل فيها إصابات الأسد، قد تكون بلدات وقد تكون مدن هناك فيها حصون، لكن لا أستطيع الحقيقة أنا أبوح فيها ضمن الاتفاق الذي نناشد فيه كل الناشطين أن يلتزم به، وهو عدم البوح بأي معلومة من المعلومات التي تتسرب من غرفة العمليات إلا إذا طلب منا هذا الأمر. الهدف لا أستطيع أن أقوله، لكن هناك بلدات حقيقة هي أهداف وأعلن بأنها مشروعة، وكل نحترم المناطق هذا التكتم فيها عصابات الأسد. نعم، نحترم هذا التكتم أيضا أصيل. طيب سيادة العميد، منطقة جيدور التي تضم إنخل جاسم والحارة أصبحت الآن شبه مفتوحة على ريف دمشق والخنيطرة، هل سنرى معارك أخرى تحاصر النظام في المنطقة الشمالية لمحافظة درعا؟ أخي الكريم، لا شك أن هناك نقطة استناد للثوار قوية بعد تحرير مدينة إنخل، وهي أكبر المدن الموجودة في هذا القطاع، في قطاع الجيدور. هناك تحرير إن شاء الله شبه كاملا لمدينة الحارة. التحرير هذا المرتفع الكبير وهذه المدينة إضافة إلى مدينة إنخل، هو ما لا شك أنه يؤمن وصول الثوار الذين هموا الآن باجتياز خط الدفاع الأول، يساهم تماما بوصول الثوار وبسهولة إلى الريف الدمشقي الجنوبي والريف الدمشقي الغربي تماما. نعم. وهذا ما يعول عليه الحقيقة الثوار بتراصهم وتبادل التنسيق فيما بينهم، ما بين الجنوب وبين ريف دمشق الجنوبي والريف الغربي لدمشق. لذلك ما نعم. نعول عليه حاليا هو نجاح معركة خربة غزالة وباتجاه الشمال، وكذلك التأمين والدعم الناري الذي يمكن أن يقدمه منطقة الجيدور، تقدمه في سبيل إمكان أو تمكين الثوار من متابعة الطريق باتجاه الريف الجنوبي والجنوبي الغربي لدمشق. يعني برأيك سيعود الثوار قطع الطريق الدولي أيضا، خصوصا بعد أن أثمرت هذه التجربة الأولى عن تحرير عدد من مواقع نظام كنشر اللواء 38؟ سيد الكريم، الطريق الدولي يمكن أن يقطع من خلال توجيه بعض القذائف على هذا الطريق،
نحن لا نقصد من قضية قطع الطريق الدولي أن نقطعه على النظام، لا ينقطع له الطريق الدولي، النظام له طرق ترابية كان من بعد استطاع الثوار تحرير مدينة خربة غزالة، قام بشق طرق ترابية من السهل الواقع ما بين خربة غزالة وداعي المرور إلى كتيبة تل الخضر باتجاه درعا. إذن أنا لا أستفيد عمليا من قطع الطريق الدولي، ربما الرمايات مدفعية على هذا الطريق أو بعض الألغام تقطعه، أما أنا ما أريد الآن هو حمل هذا النظام كليا وقلعه من تلك الأرض بكل ما تعني هذه الكلمة من السهول الواقع ما بين خربة غزالة وداعل وباتجاه الشمال وصولا إلى الشيخ مسكين وأزرع. هذا القطاع ما بين الطريق القديم والجديد يجب أن يكون نظيفا تماما من براثن وقذارة هذا النظام وأوساقه، هذا يسهل على الثوار عمليا التوسع والمتابعة باتجاه الشمال إذا ما تم الدعم من منطقة الجدور، وإن شاء الله هذا ما يعول عليه في الأيام القليلة القادمة. نعم طيب أصيل، هل أحصيتم الغنائم من كتيبة النقل؟ إن أحصيتموها ما نوع الأسلحة أيضا التي اغتنمتموها؟ نعم، بالنسبة للغنائم التي صرح عنها الجيش الحر هي عبارة عن عدد من الذخيرة، الكل يعلم بأن هذه الكتيبة فيها مستودع خاص لذخيرة الدبابات، وهناك أيضا من الطلقات الخاصة بالرشاشات العيار 14.5 و23، بالإضافة إلى مدفعية المدافع الهاون مختلف العيارات تم اغتنامها، وهي تعطي الجيش الحر دفعة جديدة لكي يستطيع التقدم وتوجيه ضربات كما فعل بالأمس باتجاه الفوج 175 واللواء 12 الذي اشتعلت فيه النيران، وحقيقة كما ذكر العميد شهد عناصر الأسد في هذا اللواء يهربون، حقيقة كانت تحركهم يثير أحيانا للضحك وأحيانا للشفقة، يهربون تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال، وهناك بعضهم هرب باتجاه منطقة اللجاء وسلم نفسه للجيش الحر العامل في تلك المنطقة، لعلها تلك المنطقة التي تكون أمن لهم عندما يدخلونها يبتعدون عن الفوج 175 وعن قيادة عملياتهم في إزرع. طيب سيادة العميد، الهروب من قبل عناصر النظام وطول الجبهة أيضا الممتدة من أم الميادن جنوبا إلى إزرع شمالا تجعل النظام كما تحدث أنت أيضا يتخبط، يعني هل يمكن أن نتحدث بأن هذه سياسة جديدة يستخدمها الثوار في درعا؟ لا شك أن هذا سياسة جديدة، لا شك أنها سياسة جديدة إضافة إلى تكتيك عسكري جديد، وهذا تلازم وترافق مع ما عمل عليه الثوار خلال الفترة الماضية من تصحيح للأخطاء التي كانت موجودة في المنطقة الجنوبية. إن شاء الله سوف يكون التلاحم والتنسيق بين الثوار كاملا بين كافة التشكيلات والألوية الموجودة في المنطقة الجنوبية شرق وغرب طريق دمشق درعا، إضافة إلى الشمال وباتجاه منطقة الجيدور. هناك أيضا ما لا شك أنه ليس سرا على البعض أن إرادة القتال أيضا عندما يكون التنسيق واحدا، عندما تنتهي الخلافات، عندما تبدأ روح العمل الجماعي الجديدة ما بين المقاتلين، لا شك أن إرادة القتال أيضا تكون أفضل مما كان سابقا، وأنا هنا يجب أن أهيب بعناصر اللواء 52 أن يتركوا سلاحهم ويتركوا لواءهم، وإما أن يسلموا نفسهم إلى الجيش الحر، وإما أن ينسحبوا كما لديهم التعليمات من قبل النظام أن يتم انسحابهم باتجاه مطار الثعلبة وباتجاه منطقة السويداء. كذلك الأمر على عبر شاشتكم يجب أن نوجه كلمة تحية ومحبة وإكبار لأهلنا في السويداء، ونرجو منهم رجاء المحبة والجيرة وهم أبناء الجبل الأشم بأن لا يسمحوا لهذا النظام أن يفعل ما يحاول أن يفعله دائما بواقع شرخ الفرقة ما بين السويداء ودرعا، وكذلك بزج أبناء المحافظة الكريمة بيأتون الحرب أو بيأتون خلافاتهم أو بيأتون ما يقوم به النظام اتجاه أهلنا في حوران، حفاظا مننا على أهلنا وأبناء أهلنا لأنهم هم بالنهاية أبناء سوريا وأبناء حوران أيضا. نعم يعني وعلى سيرة السويداء أيضا سأذهب إلى أصيل عبدالله، يعني أثناء الهجوم على كتيبة الكيمياء بالقرب من قرية دويرة في السويداء تم الحديث أصيل عن مشاركة لجان شعبية من السويداء ضد الثوار، وجه العقيد ياسر العبود بيانا لأهل الجبل بهذا الخصوص، ما الذي حدث؟ كيف ستعامل الجيش الحر مع الموقف أيضا؟ نعم يعني نحن ندرك حقيقة محاولات عصابات الأسد ونظام الأسد منذ بداية هذه الثورة بافتعال الخلاف المذهبي والخلاف الطائفي وزج حرب طوائف، حرب بين أقاليم متقاربة من بعضها، هناك حقيقة متعقلين في الجبل في من بني معروف، وهناك من يحاول دائما التواصل معهم من قيادات الجيش الحر ومن الشخصيات المعروفة في السهل
نحن نلفت الانتباه هنا بأنه ما رشح من معلومات في الأيام الماضية عن أن عصابات الأسد توزع بطاقات شخصية، إخراجات قيد مزورة بأسماء من أهالي الجبل، يحملونها من عراقيين، يحملونها لبنانيين. هذه المعلومات تضعنا أمام تساؤل هام، هو يا أهل السويداء، هل هؤلاء الذين حاولوا أن يقتلوا أبناءكم وأخوتكم في السهل عندما كانوا يحاولون تخليص هذه المنطقة من هذه العصابات، هل هم من أبنائكم أو هل هؤلاء من جاءوا مع المحتلين ليحتلوا مناطقنا ومناطقكم؟ هؤلاء لم يأتوا من أجل سواد عيون السوريين، هؤلاء جاءوا لأجل حرب طائفية هم أعلنوها، والكل يعلم، من يتابع شاشات التلفزة سواء العراقية وسواء شاشة التابعة لمجموعات حزب الله اللبناني الإرهابي، يعلم بأن هناك حرب طائفية يحاول أن يشحن فيها كل أبناء الطائفة الشيعية وأبناء الطائفة العلوية، وحتى يحاول أن يجذب باتجاهه الطوائف مثل أبناء. نعم أصيل، يعني هذا الحديث الدروز. يعني نعم أصيل، هذه الأسئلة اللي طرحتها لأبناء سويداء، هذا إذا كانت يعني هم من أهل السويداء من يقومون بذلك، لكن البعض يقول بأن هذه التحركات ليست من قبل أهل السويداء بل من قبل مجموعات من حزب الله أيضا. أخي لا يخفى على أحد بأن هناك يعني هناك جزء كبير، وئام وهاب منذ فترة زار منطقة الجبل وحاول شراء الولاءات وتسليح مجموعات تسمى باللجان الشعبية، هناك من أبناء الجبل موجودين، لكن هناك من المتعقلين من يحاولون أن يمنعوهم من أن يزجوا بالجبل ككل في هذه المعركة، نحن نعلم، لكن الأكثر والكمية الكبرى الآن التي تصل كما ذكرت لك في التلميح الذي أردت أن يصل لسيادة العقيد، وهو أن أغلب مجاميع حزب الله ومجاميع الإيرانية والمجاميع العراقية هي تتحشد في الجبل، يتم قصف بصرة الشام ومعربة من الجبل، وهؤلاء هم على الغالب هم من خارج سوريا، لكن اللجان الشعبية التي يزجها في المعارك ولا سيما في الاشتباكات هم من أبناء الجبل، يحاول دائما أن يوقع من بينهم أسرى حتى لكي تزداد التشاحن بين السهل والجبل. طيب سيعلق سيادة العميد على هذا الحديث أصيل، لكن سؤال أخير لك أصيل أيضا، يعني تحدث سيادة العميد بأن يوجد هناك فوضى الآن بين الجيش الحر في درعا، هل تم تسوية الخلاف؟ يعني ياسر العبود وأحمد نعمة الآن هم متصالحين ماضين في خط واحد، انتهت الفوضى؟ يعني بالنسبة للفوضى نعم أظن أن هناك يعني نوع واضح جدا من التقارب، لا سيما عندما تم تقسيم المناطق إلى غرف عمليات وغرف، وهذه الغرف هي التي تقود كل معركة على حدة. نعم شكرا لك أصيل، يعني سأكتفي بهذا الجواب فقط، سأذهب سيادة العميد، لم يبقى لدي وقت. سيادة العميد يعني سمعت ما تحدث به أصيل وهو ضرب بصرة الشام من الجبل، لكن من المعروف أيضا أن الأسلحة استخدمت الثوار في درعا كلها غنائم، الآن السؤال بالإضافة للشق الأول، كيف استطاع الثوار استخدام الأسلحة التي غنموها، خصوصا وأنت تعلم أن أكثرهم من المدنيين؟ لا شك أن قسما كبيرا من الثوار هم من الإخوة المدنيين، لكن أيضا هناك قسما لا بأس به من العسكريين وهم يملكون الخبرة الكافية، وبالمناسبة هناك اتصالات حثيثة ومستمرة دائما بيننا وبين الكتائب في الداخل، أحيانا يتحدثون عن سلاح ما يحتاجون إلى خبرة فيه، مباشرة نقوم بإرسال من هم متخصصين في هذه الخبرة ومن هم لديهم فترة طويلة يعملون على هذا السلاح، كما حصل بوساطة الدفاع الجوي التي تم اغتنامها في غوط دمشق أو في مناطق مختلفة. إذن هناك تعاون وثيق ما بين العسكري المدني، وهناك ما يسمى بالمصطلح العسكري دورة السبك، وهي دورة مختصرة لمدة 3 إلى 5 أيام، يمكن خلال هذه الدورة البسيطة أحيانا تعليم المدنيين أو تدريب المدنيين على استخدام هذا السلاح إذا ما كان هناك دعوة أو دعت الحاجة إلى استخدام المدني لهذا السلاح. أما بالعادة أو تقريبا في معظم الحالات يكون هناك عسكريون من المنشقين متخصصين بهذا السلاح وقادرين على استعماله بشكل مباشر، وإذا دعت الحاجة لابد أو لا شيء أو لا 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 مفر من تنفيذ دورات سبك بسيطة وسريعة لإخوة مدنيين، وهم محبتهم بإرادة القتال ودفاعا عن أهلهم وذويهم، ما يعني عملية التقاطهم واستخدام هذا السلاح تكون بالحقيقة بزمن مثالي تماما، مثالي جدا. نعم شكرا لك سيادة العميد عطية ركن سعد الزعبي رئيس جناح القوى الجوية في الأكاديمية العسكرية العليا ضيفي من عمان على كل هذه المعلومات العسكرية وهذه التفاصيل، أيضا الشكر موصول لأصيل عبد الله مدير المركز الإعلامي السوري ضيفي كان عبر الهاتف من درعا. نذهب إلى فاصل.
أهلا بكم من جديد. أعلنت وحدات حماية الشعب الكردي إلى النفير العام، دعت كل من هو قادر على حمل السلاح إلى الانخراط في صفوفها لمواجهة ما أسمتها المنظمات الجهادية بعد اغتيال المسؤول الكردي عيسى حسو في القامشلي. قبل الاغتيال تبادلت قوات الحماية الشعبية الكردية الاتهامات مع المقاتلين الإسلاميين بعد سيطرة المقاتلين الأكراد على مدينة رأس العين سريكانيه. قالت مصادر عربية إن المقاتلين الأكراد يقومون بتهجير العرب من المدينة، الأمر الذي تفيه وحدات حماية الشعب، وتؤكد بأن الخطر الوحيد يأتي من جانب مقاتلي الفصائل الإسلامية المتشددة. دعونا نتابع. حاولت قوات الحماية الشعبية تطمين كل مكونات المجتمع في رأس العين بعد سيطرتها على المدينة، وأكد بيان أصدرته لجنة السلم الأهلي التابعة لها أن سلامة العلاقات بين كل أبناء مدينة رأس العين هي الأولوية لوحدات حماية الشعب الكردي، بعد أن تناقلت المواقع الاجتماعية أنباء عن قيام هذه الوحدات بتهجير السكان العرب من المدينة. قوات اليبكة أخرجت القوات المسلحة من جبهة النصرة وكتائب من مدينة رأس العين، أخرجوها، ولكن اليبكة يعني هي حماية شعبية معروفة بعنوانها، يعني وحدات حماية الشعب يعني يجمع يحمي الشعب كله، يعني مو بس الكردي، المسيحي والعربي والكل. اما الشيء انه اشاعات تدور انه في الانترنت والاعلام انه الاكراد عم يقصوا العرب من المدينه، بالعكس يعني اليبكة يحترم العرب اكثر من الاكراد. وحدات حمايه الشعب قالت ان الخطر الاكبر ياتي من العناصر المتشدده التي تقوم بعمليات قصف على بيوت المدنيين وتهدد بتدمير المدينه في حال بقائها تحت السيطره الكرديه. هو حمايه للشعب، يعني لا فرق بين عربي أو كردي أو مسيحي أو سرياني أو أي شيء، للشعب اللي يهاجرون من كثرة القذائف يرمون جبهة نصر علينا وعلى الشعب، ينهزمون الكردي أو العربي أو المسيحي، يعني من القذائف الكثيفة يعني. في هذه الأثناء كانت الاشتباكات ما تزال مستمرة، وأسفرت بحسب مصادر محايدة عن سقوط عدد من القتلى من كلا الطرفين وتدمير عدد من منازل المدنيين. ويقول المقاتلون التابعون للفصائل الإسلامية إن المدينة كانت هادئة حتى اقتحمتها عناصر حماية الشعب الكردي مدعومة من مقاتلين وصلوا حديثا من جبال قنديل بعد الاتفاق الكردي التركي على انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني من مواقعه في تركيا. وأضافت الفصائل الإسلامية أنه كان هناك اتفاقا بين الجانبين بعدم الاعتداء، ولكن المقاتلين الأكراد نقضوا هذا الاتفاق، وذلك بعدما لقينا منهم من نقض للعهود والاتفاقات الموقعة بيننا حول مدينة رأس العين. وتعقد المشهد أكثر بعد الأنباء عن استعداد الأكراد لإقامة حكم ذاتي في المنطقة التي يسيطرون عليها، الأمر الذي يهدد حقوق المكونات الأخرى في المدينة. ولكن الأكراد يقولون بأن كل هذه التوقعات سابقة لأوانها. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي، أبدأ من الأستوديو إبراهيم اليوسف الكاتب الصحفي ومثل اتحاد تنسيقيات شباب الكرد. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أيضا عبر الهاتف الدكتور ناصر حاج منصور، عضو قيادة حركة المجتمع الديمقراطي. أهلا بك دكتور ناصر، وسأبدأ معك دكتور ناصر. وحدات حماية الشعب الكردي تعلن النفير العام، هل الموضوع يتعلق بسريكانيه أم يشمل كل المناطق الكردية؟ النفير العام، تحياتي لك ولضيفك ولكل مستمعي أورينت، ونتمنى لكم النجاح في هذه المهمة في محاولة إيصال الحقيقة إلى المواطنين. نعم تفضل. الحقيقة النفير العام الذي أعلنته وحدات حماية الشعب هذا اليوم يتعلق بكل الواقع الذي يعيشه الشعب الكردي على امتداد الجغرافيا السورية الموجودة راهنا، حيثما وجد الأكراد يتعرضون لهجمات إبادة من التيار الثقيل بكل الأسلحة وبكل الوسائل. طيب بما فيها تحدث بأن الأكراد القتل نحرا، وبما فيها بالسيارات المفققة وبما بها بأساليب أخرى. من هو بتقصدون من هنا دكتور ناصر؟ بمحاولات إبادة الشعب الكردي من قبل الكثير من
طيب دكتور تتحدث عن إبادة الشعب الكردي بأكثر من نوع من سيارات ضخمة من إطلاق رصاص، لكن دكتور لا لا أعلم إذا دكتور يسمعني. دكتور ناصر تسمعني؟ نعم. طيب من تقصدون هنا الذي يريد إبادة الشعب الكردي؟ هؤلاء الذين يهاجمون الشعب الكردي، وهم بالإضافة إلى جبهة النصرة ودولة العراق والشام الإسلامية، كتائب الجبهة الإسلامية المشكلة من كتائب أحفاد الرسول وأحرار الشام وغيرها من الفصائل الأخرى. طيب. كلها مع الأسف لا أقول كل كتائب العائدة للجيش الحر، لكن بعض الفصائل العائدة بما فيها للجيش الحر في غريسبي أي تلابيض. طيب. وفي العرب. طيب. يعني سأستمر معك دكتور ناصر. كلها تشارك جنبا إلى جنب في قتال. طيب. الأكراد. طيب دكتور ناصر أنت تتحدث بل أنت تتهم هذه الكتائب جميعها بأنها تحاول أو تقوم بإبادة الشعب الكردي، وأيضا تتهمونهم بتهجير المدنيين الكرد. النصرة ترد عليكم بأنكم تهجرون العرب. طيب ما هي الحقيقة على أرض الواقع؟ ما هي الدلائل على هذه الاتهامات؟ أعتقد أن زيارة صغيرة لوكالات الأنباء العالمية ووكالات الصحافة وبما فيهم تلفزيون أورينت، وأنا أتكفل بهذا الوضع شخصيا، زيارة في المناطق الكردية واللقاء مع كل المكونات الموجودة بما فيهم العرب والسوريان والآشوريين والأرمن، ستؤكد لكم حقيقة أن الأكراد لم يكونوا لا في تاريخهم ولا في الوقت الراهن وفي كل المرحلة التي مرينا فيها من خلال سنتين ونصف من هذه الأحداث المؤلمة التي تجري في سوريا أو خلال الثورة السورية. طيب. أن الأكراد لم يتصرفوا سلوكا واحدا، أو لا يمكن لأحد أن يحصل على مثال واحد قام فيه الأكراد بتهجير هذا أو ذاك لأسباب عنصرية أو طائفية أو مذهبية أو أثنية. طيب سأسمع رأي الأستاذ إبراهيم يوسف بما تم الحديث عنه ضمن السؤالين، تفضل. طبعا أنا طبعا قبل كل شيء طبعا أتقدم يعني بالعزاء من الدكتور باستشهاد رفيقهم عيسى حسو اليوم بعمل تفجيري إرهابي طبعا، وهو عمل أتقدم له وهو عمل جبان يعني، وهو الأول من نوعه، وهو رسالة موجهة إلينا جميعا في تلك المنطقة علينا أن نفهمها على ما هي عليه. رسالة من؟ رسالة من هؤلاء الظلاميين المتشددين الذين تحدث عنهم الدكتور ناصر، وهم غزاة جاءوا من خارج هذا الوطن خارج مناطقنا، ولهم أهداف معروفة، أهدافهم هي الوصول إلى منابع النفط، إلى منطقة الجزيرة، إلى المناطق الكردية التي فيها خيرات كثيرة، وبكل تأكيد هناك أجندات. يعني تقصد غير سوريين؟ هؤلاء بكل تأكيد غير سوريين. طب يعني بالتالي إذا سمحت لي يعني تجربون المقاتلين الكرد الغير سوريين للتحكم بمصير المنطقة بالمقابل. يعني قبل كل شيء أحب أن أقول من أنا من أكثر الناس يعني الذين يعني ينتقدون سياسات الاتحاد الديمقراطي والمؤسسات التابعة له، ولكن للحقيقة حتى الآن يعني بعد اندلاع هذه المواجهات في المناطق الكردية لم نعثر على اسم شخص واحد قد استشهد أو قتل من جانب اليفكي على أنه من خارج الكرد السوريين، وهذه مسألة معروفة. بينما يعني حتى اليفكي عليه خلاف سيد الكريم، ناحية نظرية قوات حماية الشعب الكردي يعني تتبع الهيئة الكردية العليا بحسب اتفاقية هولجير، هل تم أخذ موافقة بقية مكونات الهيئة عموماً مثل أحزاب مجلس الوطن الكردي؟ لما أنت تتحدث عن شيء معين يعني بالمقابل، يعني هل هي مرضي عليها من كافة الأحزاب الكردية عموما؟ يعني الآن طبعا أنا من الناس الذين انتقدوا نشأتها وأنها تابعة لحزب واحد ولي عليها ملاحظات، ولكن بدءا من الآن عندما يكون هناك تكفيريون، يكون هناك ظلاميون يعني يتوجهون إلى مناطقنا ويحاولون غزو مناطقنا وطردنا من هذه المناطق، بكل تأكيد أن الشعب الكردي هو شعب واحد وسوف يعض على الجراحات الصغيرة التي إن بدت، وبكل تأكيد سوف نواجه هؤلاء الغزاة ولن يفلحوا ولن يستطيعوا أن يمروا في مناطقنا هذه، لأنهم أمام أناس متكاتفين أبناء منطقة الجزيرة والمناطق الكردية. يعني تقصد اتهامات التهجير من كلا الطرفين والمناطق التي تواجد فيها الأكراد، كل الناس متلاحمين، المسيحيون والمسلمون، الكرد والعرب. طيب. الإيزيديون، كل هؤلاء يد واحدة في مواجهة هذه المخططات الغريبة التي تستهدف مناطقنا. يعني وبالتالي يعني دكتور ناصر الآن يعلن النفير العام من أجل مواجهة المتشددين، لن نتحدث عن تهجير عرب أو كرد، لكن التقارير الإعلامية كانت تحدث طوال الأشهر الماضية عن اتفاق، هذا الاتفاق بين وحدات حماية الشعب وجبهة النصرة ينص على تقاسم النفط وتسهيل المرور.
لماذا أصبحوا خطرا الآن؟ أقصد النصرة. سؤال موجه لي أستاذ الكريم. نعم نعم دكتور ناصر تفضل. أستاذ الكريم الاتفاق ليس بيننا وبين جبهة النصرة، الاتفاق هو بيننا وبين الجيش الحر ممثلا برئيس المجلس الثوري العسكري في الحسكة العقيد حسن عبد الله، هو الذي وقع الاتفاق. الذي كان يجري في رأس العين ودخول جبهة النصرة على الخط هو أن الكتائب العائدة لما يسمى بالجيش الحر لم تكن تتفق فيما بينها، فكان الضامن لهم هو جبهة النصرة، وإلا نحن لم نوقع أي اتفاق مع جبهة النصرة. نعم. ما حدث في رأس العين كان أمرا واقعا، ونحن لم نتفق لا على توزيع النفط ولا على توزيع الثروات. نحن اتفقنا على عدة بنود أهمها أن المدينة ستعود إلى أهلها، وأنه سيتم تشكيل مجلس مدني، وأن المجلس المدني سيبني قوات الأصطعيش. طيب لكن بالمقابل بحماية المدينة، وفيها من البنود الأخرى أن المناطق التي لا وجود للنظام فيها وذكر فيها بالاسم مثلا تلتمر والدرباسية وعمودة والمالكية هي مناطق محررة لا عمل لكل وحدات الجيش الحر وغيرها من الوحدات المسلحة في هذه المناطق، وإذا كان لابد من مرور لم حتى فإن ذلك سيتم بموافقة وحدات حماية الشعب وليس. طب لكن هم بالمقابل يقولون دكتور نعم طب دكتور ناصر هم بالمقابل يقول أن قوات حماية الشعب الكردي هي التي أخلت بالاتفاق بين الجانبين على التهدئة في رأس العين. أخي الكريم بنود الاتفاق واضحة جدا وأسباب الخلاف الأخير واضحة جدا، أسباب الخلاف الأخير جبهة النصرة وفيما بعد بعد أن هيقتها دولة العراق والشام الإسلامية ونتيجة الانشقاقات التي حصلت أصبحت تنظيمين كلاهما في المدينة أخلوا كثيرا، أهمها إنشاء مؤسسات مرفوضة كليا من قبل أهالي رأس العين وهي مؤسسة أمن المسلمين والهيئة الشرعية وما غيرها وما غيرها، هذا من ناحية، من ناحية أخرى الممارسات التي طبعا هذه المؤسسات لا تضم الأكراد السوريين يا عشرات دكتور. عشرات الناس عذبوا بتعذيب جنوني لا يمكن أن يتحمله إنسان في أمن المسلمين الذي كانوا قد بنوه في رأس العين، وهذا ولد نقمة يعني شعبية دكتور. ليس فقط من الأكراد بل من العرب أيضا ضدهم. طيب دكتور المؤسسات الإسلامية أو الشرعية التي تتحدث عنها أنت يعني لم ينضم إليها الكرد؟ لم يقم أحد بحمايتهم. طيب على كل دكتور سأتوجه لك بسؤال، لكن هذا السؤال سأحيله في البداية للأستاذ إبراهيم يوسف، هل يرتبط ما يجري الآن والتعبئة والنفير بخطط إعلان الحكم الذاتي في المناطق الكردية بعد 3 أشهر كما يشاع؟ طبعا مسألة الحكم الذاتي هي مبالغ فيها، يعني تسميه إدارة ذاتية، الإدارة الذاتية هي تشبه تماما ما يدور في بعض المناطق المحررة من سوريا، هؤلاء في تلك المناطق يديرون أنفسهم ذاتيا، وطبعا في المناطق الكردية تقدم الاتحاد الديمقراطي ومؤسساته بهذا الاقتراح، وهذا الاقتراح لم يتم التصديق عليه حتى هذه اللحظة. لكن بكل تأكيد يعني إذا تكرمت فقط سأعطيك لتكمل الفكرة كاملة، لكن هناك من يتحدث بأن الفرق بين هذه المناطق والمناطق المحررة بأن المناطق الكردية التي سيعلن فيها الحكم الذاتي أو كما تفضلت بالحديث عنه أنت بأنه تخلو من وجود عناصر النظام. بكل تأكيد يعني هنا يعني مسألة عناصر النظام يعني هناك من يتم منها هناك صفقة بين النظام وبينهم. نعم نعم سأتحدث في هذا المجال. مسألة وجود النظام في هذه المناطق وجود شكلي يعني هناك فروع أمنية، هناك مفارز موجودة، وهذه المفارز القوى الكردية لا تتقدم صوب مواجهتها لمسألة واحدة، لأن هناك معادلة بعض الأخوة من غير الكرد، هؤلاء مقربون من هذه الأجهزة ويدافعون عن هذه الأجهزة، بمجرد التوجه إلى هذه الأجهزة وحتى تمثال الأسد الموجود في وسط المدينة محمي من قبل بعض عناصر الشبيحة من غير الكرد، وسبب إبقاء هذه طيب يعني هذه الرموز وهذه يعني المفارز الأمنية هو الخوف من الصدام بهؤلاء. و طب هناك من يضع أكثر خط تحت ما وصفته بشكلية
بكل تأكيد نحن يعني أنت مقتنع بأنها شكلية أم يعني هناك من يقول إذا كانت شكلية إذن هي صفقة الآن هي اتفاق الآن حزب الاتحاد الديمقراطي هو الذي يضع يده على المناطق الكردية برمتها تحت اسم الهيئة الكردية العليا. طبعا مؤسسات الدولة تدار من قبل هؤلاء، إذن النظام غير موجود، تلك الفروع التي تتحدث عنها غير موجودة عمليا ولكن هي شكلية، وأنا أناشد من أجل طرد هؤلاء يعني حتى ولو كانوا عبارة عن مفارز وفروع لا أثر لها، طردهم من هذه المناطق وتطهير المناطق. ألهم قادرين على طردهم؟ نعم، طاردين على طردهم شكليا أم بالقتال؟ لا طبعا هؤلاء أنا أتصور لا يستطيعون المواجهة، النظام غير قادر على مواجهة أبناء المنطقة إذا ما اتحدوا في وجه هذه المفارز التي هي مخلفات النظام. طيب. ولكن كما قلت الخشية من الاقتتال الأخوي الموجود ضمن هذه المدن هو الذي أرجأ هذا المشروع حتى هذه اللحظة. طيب دكتور ناصر، نفس السؤال، وهو هل يرتبط ما يجري والتعبئة والنفير بخطط إعلان الحكم الذاتي في المناطق الكردية بعد 3 أشهر كما يشاع، وأيضا ماذا بالنسبة لحقوق باقي المكونات الأخرى؟ أستاذ كريم، الأستاذ إبراهيم يوسف أوجز القضية حقيقة، ليست مسألة حكم ذاتي، ونحن كتنظيم سياسي نرفض الحكم الذاتي قطعيا. نعم. نرفض مبدئيا الحكم الذاتي مبدئيا. المشروع الذي قدمناه وهو مجرد مشروع. دكتور ناصر، دكتور ناصر صادق عليه منظمات المجتمع المدني. نعم دكتور ناصر، انت ترفض مبدئيا، تحدث. هو مجرد، اسمح لي بس اكمل. تفضل. هي مجرد مشروع سيقدم لكل منظمات المجتمع المدني الموجوده في المنطقه ولكل الاحزاب السياسيه بكل مكونات الموجودة في المنطقة الكردية بغض النظر عن تسميتها وبغض النظر عن مكوناتها، سواء كانت ذات طابع أثني أو ذات طابع مذهبي أو ذات طابع ديني، ستقدم إلى كل المكونات وستناقش مع الائتلاف وحصلت اتصالات مع الائتلاف حول هذا المشروع بالذات. المشروع يضخم لأسباب لغايات أخرى، لغايات لإثارة النزعة الطائفية العروبية عند بعض الشوفينيين، وهي حقيقة مسألة إدارة ذاتية كما تجري في الكثير من المناطق الموجودة في سوريا والمحررة من قبل قوات الجيش الحر أو كتائب أخرى. طيب دكتور ناصر، مسألة النفير العام، مسألة النفير العام ليست مسألة من أجل الدفاع عن الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية تحميها الشعب وتحميها قوات حماية الشعب وهي قادرة، لكن مسألة النفير العام هي مسألة متعلقة بمبدأ العام للشعب بالدفاع المشروع. طيب إنها دكتور. هجمة شرسة عنصرية. طيب. تحاول. طيب دكتور، لم يبقى لدي وقت، فقط إذا تكررت تسمع هذا السؤال. هذه المنطقة النفير العام هو نفير دفاعي يهدف إلى دفاع المشروع فقط وليس هجومي. طيب إذا كان مشروع دفاع، أنت تحدثت بأن هذه منطقة الحكم الذاتي توافق عليه مبدئيا، لا أعرف كيف تعلق على مبدئيا. طيب بالمقابل إذا تحدث بأن هذا المشروع للجميع، طيب لماذا لا تسمحون، يعني هناك من يتساءل حقيقة، بتشكيل قوة عسكرية، هذه القوة من جميع مكونات المنطقة ومن جميع التيارات السياسية، فيها الكرد وفيها العرب، وبالتالي تخرجوا من هذه التهم. نحن أعلننا مرارا وأعلنها الآن على أورينت. نعم. وأعلنها الآن مرة أخرى على أورينت، أن وحدات حماية الشعب هي مفتوحة لكل القوميات وكل الأثنيات وكل مكونات المناطق الكردية الموجودة في هذه المكونات، فيها حتى وحدات حماية الشعب، فيها ما عدا الأصدقاء حزب الاتحاد الديمقراطي، فيها مكونات من الأحزاب الأخرى. طيب. كحزب التقدمي وكحزب اليسار الكردي، وفيها من القوميات الأخرى، فيها عرب وفيها أشوريين وفيها أقوى مسيحيين. طيب هذه المكونات طبعا قليلة. طيب يعني أنت وجهت دعوة بأن لكن هذه بادرة تؤكد أننا لن ولا ولم نتقرب في يوم من الأيام من وحدات حماية الشعب
كقوة قومية ضيقة. طيب وصلت الفكرة، وصلت الفكرة دكتور. على السؤال الثاني مبدئيا أنا دكتور لم يبقى مبدأ لا نقبله، وليس في البداية لا نقبله، هذا ما أقصده. طيب يعني شكرا للتوضيح دكتور ناصر، مضطر أن أقاطعك، سأتوجه بسؤال أخير للأستاذ إبراهيم اليوسف. يعني تحدث بأن الباب مفتوح لجميع المكونات، لكن نقول حتى على مستوى الأكراد الباب غير مفتوح على الجميع المكونات، هناك من يسيطر على هذا الوضع وهي البيادة، كيف ترد أنت؟ طبعا هذه ملاحظتي، وأنا منذ نشوء قوات الحماية الشعبية أنا سجلت هذه الملاحظة، وهي طبعا حتى الآن هي تابعة لحزب واحد، والأحزاب الكردية الأخرى هي قليلة التي التحقت بها. طبعا الالتحاق هو شكلي، نحن نأمل أن يكون هناك غطاء كبير، هذا الغطاء الكبير يشمل كل القوى الكردية، وبالعكس أنا أطالب بأن تكون هناك قوى يعني كل مكونات المكان. يعني دكتور تحدث دكتور ناصر بأن كل المكونات هناك دعوات متوجهة، لكن على مستوى الأحزاب الكردية فقط هناك من لا يريد أن ينضم، لأن هناك من هو أضاع هذا الاتفاق، لم يعمل بهذا الاتفاق، هناك سيطرة محددة من البيادية، يعني الكل يعلم ذلك. نعم نعم، لم يكن المجال مفتوحا أمام القوى الكردية، كان هناك منع وهناك تصريح من قبل بعض الشخصيات في بيادية بمنع القوات العسكرية الكردية التي تشكلت وبعضها موجود في أماكن محددة، هي ممنوع حتى وقت قريب من العمل. طبعا نحن نشدهم بأن يتم شمل هؤلاء جميعا، وحتى كلمة قوات حوادث الشعب أنا بتصوري ليست ليس ذلك الغطاء المقدس، يجب حتى انتفقت هذه القوات بتسمية أخرى تكون تابعة للهيئة الكردية. فأنا أجد أن على الأخوة في الاتحاد الديمقراطي وعلى قوات الحماية الشعبية أن يوافقوا وأن تعمل تحت الهيئة الكردية العليا التي لم يفعل دورها في هذا المجال. يعني هناك ربما منسح من الهيئة الكردية العليا، لم يبق لدينا أي وقت أستاذ إبراهيم اليوسف، من انسحب من يريد أن ينسحب؟ لا، الكاتب ممثل اتحاد تنسيق الشباب الكردي، يعني الوقت داهمنا، لكن نأمل أعزائي المشاهدين أن نكون قد تم الإجابة على كل الأسئلة أو بعض الأسئلة التي تم توجيهها منكم. والشكر موصول للدكتور ناصر حاج منصور، عضو قيادة حركة المجتمع الديمقراطي. شكرا لكم أيها الفاضل. نهاية التفاصيل، رمضان كريم. شكرا.